بلدي بدي نسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم من العالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها السادة في حلقة جديدة ضمن حلقات القضية الخصوصية، التطفل بالأعمال المصرية، الشخصيات الحشرية إن صح التعبير. مش عايز أعبر بتعبيرات أخرى أو بمفردات أخرى، لكن كم مرة كنت في مواصلة عام حضرتك، كنت في مواصلة عامة مثلا وتتحدث من خلال الهاتف أو الجوال على حد تعبيرات البعض، من خلال بعض التطبيقات مثلا كواتساب أو خلافه، واللي جنبك يحاول يبص بطرف عينيه عايز يعرف إيه المكتوب مثلا على سبيل المثال. كم مرة كان هناك حديث أو دار حديث وكان هناك جليس لا علاقة له بالموضوع وحاول أن يعرف من المقصود بالكلام أو ما هو الكلام أصلا أو إيه هو الموضوع، مرات ومرات ومرات وإلى غير ذلك. وعلى ذلك نستطيع أن نحدث وأن نتحدث كثيرا وأن نعنون بعناوين مختلفة لهذه القضية. لا يعنيني أنا كمحمد الشاعر العناوين بقدر ما يعنيني التوصيف والبحث في الأسباب والطرح أو البحث عن الآثار، البحث في الدوافع، الحلول. هل هذا مرض أم مجرد سلوك فقط أم مجرد بدايات؟ هل هذه القضية تحديدا نستطيع أن تأخذ توصيفات، تستطيع أن تأخذ توصيفات مختلفة في مراحل مختلفة؟ يعني هل لها مراحل مبكرة مثلا، ولها ذروة، ولها كما يعبرون دائما منطقة وسط؟ هل نستطيع نحن بقى يعني اللي وقع عليهم الضرر أن يتعاملوا بشكل ليس فيه استفزاز؟ طب أنا أعمل إيه لما لقى حد جنبي بينتهك خصوصيتي؟ طب إمتى أصبر؟ طب إمتى أخذ موقف؟ كل هذا وأكثر نبحث عن روشتات علاج إن صح التعبير من ضيفي الفاضل معالي الدكتور عبد الله الفقي، أخصائي الطب النفسي. إزيك يا دكتور؟ منور. حلقة الليلة أو قضية اليوم فيها زحمة وفيها أسئلة كتير وجوانب كتيرة متعددة ومتفرعة، أتمنى أن يوفيها عنصر الوقت إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، ربنا يحفظك. رقم واحد، قبل الحديث عن انتهاك الخصوصية أو التطفل أو الشخصيات الحشرية إن صح التعبير بالعامية المصرية أو المواقف الحشرية، مش عايزين نسميه حتى بالشخصيات، ربما يكون حشري في بعض الأوقات وفي أوقات أخرى ربنا هدي. مثلا يعني اتعرضت قبل كده أنك تبقى موجود أو تبقى موجود في مكان ما وشغال على الواتساب ولا حاجة وحد جنبك بيلمح بطرف عينه على المستوى الشخصي؟ طبيعي طبعا، المسألة دي موجودة، وحتى مش على مجرد النظر، يعني حتى الكلام نفسه، يعني ممكن طب اعمل لايك، طب اعمل كذا. المسألة دي طبعا وبنشوفها كتير في وسائل المواصلات الفترات الأخيرة يعني. نعم. هل هي من الأمور الجديدة، يعني هي من القضايا التي جدت على مجتمعنا، أم هي ظهرت مع وجود منصات التواصل الاجتماعي لأنها أصبحت لا إرادية في لدى بعض الشخصيات غصب عنه كده، زي ما احنا بنقول بالفلاحي حركاته بتفضحه، بيبان أول لما يبص بجنب عينيه، أو في بقى حالة متقدمة زي ما حضرتك تفضلت ممكن يقول لك اعمل لها لايك، طب رد على الرسالة وهكذا يعني، وإن كان هذا قليل مقارنة من اللي بيكتفوا بالقراية. وعلى حد تعبير بعض الأفلام لما كان بيقوله في حاجة يا عماد وهكذا يعني، ده عايزين نوصفها دكتور توصيف علمي، ده مرض ولا سلوك ولا مجرد مشكلة ولا ايه بالظبط؟ هو فكرة انتهاك الخصوصية عموما هي عبارة عن ايه، ان الانسان بيتدخل بشكل غير مبرر، ما يعني فيش اي مبرر لمسألة التدخل ده بدون موافقة الشخص اللي قدامه. تمام. يعني الشخص اللي قدامه مش موافق، ده ممكن مش شرط يكون ده في المواصلات بس، يعني ممكن يكون الزوجة والزوج. تمام. يعني مسألة دي بتبقى موجود. ممكن يكون في الاسر. في حد معين يعني، قصد حضرتك ان الزوجة لما تتدخل في بعض الامور بدون موافقة مسبقة من الزوج، ده يعتبر انتهاك خصوصية او شيء من انتهاك الخصوصيه، هو او شيء من الحشريه؟ بلاش انتهاك خصوصيه. لا، هو لابد طبعا الاساس اللي بيقوم على الاسره جانب الود والتراحم بينهم. تمام.
كون ان يوصلوا لمسألة ان هو يعني يبدأ كل واحد يتدخل او نقدر نقول بلفظ ادق شوية انه يتجسس على الطرف الثاني، يبقى اكيد احنا عندنا هنا مشكلة. فمسألة التدخل في الخصوصيات سواء ده كان من اقرب الاقربين او من حد بعيد، دي نعتبرها في الاساس هو انحراف سلوكي. انحراف سلوكي. انحراف سلوكي. لكن ليس مرض. نقدر نوصفه بمرض اذا كان ناتج من مرض. يعني ايه بقى؟ بمعنى يعني بعض الناس عندها جانب التلصص او شيء من هذا القبيل من جانب وسواس قهري، كعرض سلوكي للوسواس القهري، انه ايه بيبدا يدقدق بزياده، يتدخل بزياده في الشؤون. ده بياخد الجانب المرضي او الشخصيه نفسها شخصيه لحد ما وسواسيه. في ناس بي 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 بيبقى في جانب مرضي اللي هو جانب ان هو شك، انسان شكاك او مريض بامراض ذهانيه بتوصله للشك، فيبدا يحفر ويتطفل ويشوف عشان يحاول ان هو يثبت ما يعتقده. طيب واحد ده بياخد الاطار المرضي، لكن هو في الغالب بيكون كجانب سلوكي في انحراف في السلوك، بيبقى في دافع معين، في توتر داخلي معين بيحاول الشخص ده يملاه. عايز يملا الفراغ الداخلي ده بشيء. طيب انحراف سلوكي او مرض اذا كان ناتج من مرض، دي جانب واحد تاني. الفرق في فرق كبير بينهم ليه بقى؟ لان لما اعتبر ان ده مرض هيبقى له طريقه علاج. لكن لو قلت ان ده انحراف سلوكي مش هيكون ده مبرر. يعني طب هل له علاج اخر الانحراف السلوكي فيما يخص هذه الجزئيه؟ لابد يتعمل له بقى تعديل سلوك وتقويم. ومحتاج شغل سلوكي على الجانب دي. محتاج طبيب نفسي ولا ممكن حد كبير راسي يقعد معاه كده يفهمه ده غلط؟ مش شرط، مش كل الانحرافات السلوكيه بتحتاج طبيب نفسي. لكن اذا كان المساله واصله لمرحله يعني معطله. طيب كده لو المساله وصلت لمنطقه لا اراديه، هو مش مستريح غير لما يبص، او بمعنى اصح هو تلقائيا واحد جنبه فاتح التليفون بيقوم باصص من غير ما ياخد باله، حتى لو رجع بعد كده خد باله وعالج، يعني اللي هو ما ينفعش، بس هو لا اراديا واحد قاعد جنبه لازم يعمل عينيه كده يشوف ايه اللي مكتوب لا اراديا. والله هو المساله دي بقى محتاج تتقيم ايه الدافع اللي مخليه يعمل الحركه دي بدون التفكير في الدافع. هو اكيد في سلوك معين، يعني اكيد في حاجه داخليه جواه مخليه الشخص يعمل ده. ربطا باللقاء الماضي، صار كنوع من الادمان، يعني هو قبل كده كان فضول انه يحب يعرف ايه اللي مكتوب، بس بعد كده مجرد اي حد جنبه بيكتب على الواتس او حاجه هو لا اراديا بيلاقي عينيه اتحركت ويبص كده. هو محتاج هنا مساله البصيره، انه يكون عنده بصيره ووعي بما يحدث في الواقع الحالي، لانه ممكن يكون في ناس بتستخدم الاسلوب ده فضى، ما هيش مركزه، يعني شخص ما هوش مركز، فما فيش حاجه شغلاه معينه. فتلقائيا نلاقي يعني سرحت على هذا. فضلا طبعا ان الـ 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 يعني الفراغ، مساله الفراغ في النقطه دي بتعمل مشكله كبيره. يعني هو ما فيش حاجه مثلا بيقراها، مش مع يعني في واحد قاعد في المواصله بيذكر الله سبحانه وتعالى، واحد تاني بيقرا قران، واحد تاني بيذاكر حاجه، واحد ماسك موبايله الشخصي بيرد على رسائله، بيتواصل مع حد، يعني اكيد في جوانب ممكن شويه ينام ويرتاح. يعني فكره ان هو يفضل فارغ ده بيكون عرضه كبير جدا ان هو تلقائيا لا اراديا. فضلا بقى لو هو عنده في نشأته مشكله تربويه، لان هو لا يحترم خصوصيات الناس، ما يحترمش مساله ان الشخص اللي قدامي ده له خصوصيه ومحتاج تتراعى، دي محتاج جانب تربوي اصلا. يعني في يعني المساله دي احنا بنشوفها لعدم وجود الجوانب التربويه. كمان يعني الانسان في الجانب الاخر محتاج انه يحافظ على خصوصياته. يعني طبيعي ان انا عارف ان انا في مواصله عامه، يعني خلينا حريص. يعني لان بيكون في حاجات دقيقه، ممكن يكون واحد بيراسل زوجته. طيب يا دكتور اسمح لي بقى في الجزئيه دي تحديدا طالما حضرتك تطرقت اليها، لو واحد اللي مش متعود يحافظ على خصوصياته، هل ده انحراف سلوكي يا دكتور؟ لا. ولا هي فوضويه عايش فيها زي حالاتي كده؟ لا، هو الـ 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 هو الانسان امتى بيحافظ على خصوصياته؟
لما هو بيكون يتعود على ده، زائد ان هو يعني مدرك لخطر عدم الاحتفاظ بالخصوصيه. يعني احيانا ممكن يكون في مراسلات بين الشخص وبين زوجته. طب انت وانت بتراسل انت لابد تكون عامل، وانت في مواصله عامه لازم تكون حاطط الاحتياط ده. نقطه تانية، في حاجات انت ما انتش مجبر تعملها. هو كجانب يعني كجانب هي مشكله تانية بقى خالص، ان انت ما انتش مجبر تحط بوست على الفيسبوك عن مشاكلك. تمام، انت بتحط مشكلتك على الفيسبوك، وبعد ما تحط مشكلتك على الفيسبوك والدنيا كلها تشوفها تقول يا لا ما كنتش عملت. طب الخصوصيه دي من اللي هاتك هذا الستر؟ انت انت اللي. والمساله دي بقت للاسف ما كل حاجه بتجوز على الفيسبوك، مطلع على الفيسبوك، بيحب واحد على مراته على الفيسبوك، صباعه اتعور على الفيسبوك، عمل عمليه على الفيسبوك، اي حاجه بقت على الفيسبوك، راح مطعم على الفيسبوك، على الفيسبوك، مسافر عادي خالص، مسافر الى مثلا القاهره او مسافر الى مش عارف فين على الفيسبوك، كل شيء. وللاسف ده اصلا يعني احنا مش قلنا دي يعني مشكله، ده براحتك عايز تعملها، من محدش هيقول حاجه يعني. بس ما ترجعش بعد كده، ترجعش تعيط تعيط. زائد ان 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 في ندم بيتم بشكل يعني ملحوظ في النقطه ديت. انت الفيسبوك، انت ليه بتعمل عمليه اشغال لعقول الناس اللي حواليك بخصوصياتك؟ يعني ايه الغرض المرجو من ورا ده؟ هل انت مثلا محتاج مزيد من الاعجاب، مزيد من الثناء والتقدير؟ انت محتاج ايه؟ لازم تبقى شيء. وانت بتعمل السلوك اللي انت بتعمله دايما، حاول تشوف ايه اللي وراه. يعني هو انا بعمل ده ليه؟ طب يا دكتور، علميا لو حللنا كتير من الرسائل، يعني ليس بوسعي الآن إحصائية أو رقم معين حتى أكون دقيق يعني في التعبير والوصف، لكن لو نظرنا إلى كثير من منشورات الفيسبوك تحديدا في المنطقة العربية تحديدا، ستجد أن في معظمها خالية من المعلومات. يعني في معظمها تتحدث عن أشياء شخصية، ليست مثلا عن تجارب تنقل خبرات، وإنما عن مجرد كما تفضلتم وقلتم أمور شخصية، بتجوز، خارج، في فسحة، نجح، الامتحان كان صعب، صباعه اتعور، اعمل عمليه، وهكذا. في الغالب بتكون ده الطبيعه، او بيكون هذا هو السمت ان صح التعبير. هذه الحاله هل لها دافع نفسي معين؟ فكره ان الشخص يحط كل شيء على يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، هو يسال فيها هو انت بتعمل ده ليه؟ غرضك ايه؟ والله انا بعمل ده لان انا عايز لايك. ممكن واحد يكون بيعمل حاجات معينه من باب القدوه. يعني انا عملت عندي في الموقف الفلاني ابني حصل منه كذا، فانا حاولت اتصرف معاه بالطريقه الفلانيه. للاسف الشديد انه اكتر الحاجات اللي بتاخد الطابع الشخصي بتحتوي في داخلها كرسائل بتحتوي على مشاعر، ودي بتاخد لايكات وبتاخد شغل كتير وبتروج بشكل ملحوظ، في حين ان القيم الكبيره جدا بتضيع في وسط ده. فتلاقي مثلا شخص مثلا قوي جدا علميا بيقول حاجات فعلا نافعه للمجتمع، ممكن تعمل تغيير كبير جدا في الناس، للاسف ده يحط مثلا بوست تلاقي 3 4 لايك، لكن الثاني ده لا، بيبقى واخد 1000 لايك و1000 ونص لايك. ليه؟ لانه احتوت على جانب مشاعر بيلمس مع الناس. فللاسف الشديد طبعا الناس اللي بتبقى يعني عظيمه وشيء من هذا القبيل بتبقى عملات نادره، قلما يعني يتفاعل مع الناس، خصوصا الحاجات اللي بتتكلم في القيم او في الاخلاق او في تعديلات السلوك او شيء من هذا القبيل، يعني او تغيير الفكر، يعني الفكر يعني قوي، فكرة يعني منضبط. للأسف الشديد لا يحوز على إعجاب الناس. طيب لو رجعنا مرة تانية لفكرة انتهاك الخصوصية عموما بقى بأنواعها أو بصورها المختلفة، وده ممكن نتطرق إليه مستقبلا في عمر هذه الحلقة، لكن خلينا نتكلم عن الأسباب والدوافع. إيه الأسباب اللي ممكن تخليه يعمل كده؟ هو مع الأسباب في مظاهر أصلا أخرى كتير جدا للمسألة زي دي. يعني مثلا انتهاك خصوصية شخص، إن واحد مثلا له صورة معينة في واحد خدها وشيرها بالضبط. واحدة حطت صورتها للأسف ده من ضمن الأخطاء، ده بيحصل كتير جدا. وتبدأ نبص نلاقي فيه مشكلة كبيرة جدا 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 كبرت، وبقت يعني ترند موجود
بسبب برضو انتهاك هذه الخصوصية. يعني كون ان هي اخطأت مثلا في فكرة ان هي تحط صورتها في استخدامها. ده في ناس يا دكتور بيتاخد صورهم من غير ما يقصدوا وتعمل عليها حكم ومواعظ واللي حبه وانجرح. هو يعني كان واحد مرة له تعليق معين بيقول يعني تبقى واقف في الزحمة وقرفان من حياتك ومضلع رقبتك من الشباك بتبص على بريق امل ان الطريق يتفتح، تفتح الفيسبوك بالليل تلاقي نفسك ترند انك بقيت بتحب ومشغول وهكذا. يعني دي حدثت فعلا، هو واقف مترقب وشخص تاني او معدي شايل حاجه، هي البصه جت قصد مرور الشخص ده، اتكتب عليها بقى حكم ومواعظ وقلب اتكسر وده مشغول وده مش واخد بال، هو الراجل بيبص على الطريق عشان بس يشوف في امل هيعدي ولا مش هيعدي. للاسف الشديد بنشوف حتى كمان على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا يجيب مثلا صوره شيخ الازهر ويقوم كاتب اي كلام تحته على انه هو شيخ الازهر اللي قال مثلا الكلام ده. الكلام ده بشوفه كتير جدا جدا. دي نوع من انواع انتهاك الخصوصيه. يعني انت انك تقولني كلام ما قلتوش، مساله مثلا كشف عوره مريض تنتهي خصوصيه، تحكي عن مريض تقعد تدردش، واحد ابنه تعبان اخوه تعبان عنده مشكله وهو ما كتبش وما قالش وانت من نفسك كده قمت داخل كاتب غرضك وان كان نبيل، لكن ده فيها انتهاك خصوصيه ممكن يزعل الشخص ده. الشخص ده حتى لو كان شخصيه عامه يا دكتور، حتى لو كان شخصيه عامه، حتى لو شخصيه عامه ده حقه. حياته الشخصيه ديت هو حب يحتفظ بيها نفسه، مش عايز يعيش الناس معاه في هذا الالم. هو لو حب كان عمل صح. انت ليه انت تنتهك الخصوصيه؟ ادعو مثلا للشيخ فلان دلوقتي والحكايه والروايه في حين ان الشيخ فلان اصلا مخبي بالضبط. او مش عايز يقول او مش عايز يعرف حد بالضبط، وتلاقي هو يجمع عشرات الالاف من اللايكات الحقه مثلا كذا. وممكن لو موضوع المرض ما جابش مع الناس يقول لهم ده مات، هو الراجل لسه موجود مثلا. الاشاعه تشتغل كمان بالضبط. ده مرض ولا انحراف سلوكي؟ لا انحراف سلوكي. انحراف سلوكي ده لفظ مهذب شويه. ايه الحل معاه غير ان احنا نقفل له صفحته؟ يعني ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. لابد يكون في اجراءات قانونيه، اجراءات قانونيه تحفظ الناس حقوقهم. في ناس كتير جدا جدا بتتضرر بسبب المسائل دي. جانب التهذيب عندكم انتم يا دكتور، هل مثل هذه الحالات يمكن السيطره عليها في لدى المتخصصين في الطب النفسي؟ هو بيتعامل اذا الشخص، اصل الناس دي في اذا الشخص رغب بس هو في الغالب هو مشكلته مش بيحس ان عنده مشكله بالضبط. هم اصلا في الغالب ما بيروحوش. يعني هو في الغالب ان هو ما بيروحش ومش مقتنع، هو منكر مشكله انه عنده مشكله. وتيجي تتناقش معاه في الطبيعي خالص تلاقيه بيتكلم على انه وانا عملت حاجه غلط، ده الناس كلها بتبعت، ده الناس كلها بتقول. ومهما يعني الناس بيبقى في ناس الى حد ما دماغها ناشفه في الحته دي شويه، مهما اتكلمت معاه لا. فده في هيطلب ازاي ان هو يعدل المشكله اللي عنده ديت ويحلها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع عورات المسلمين. قال يا معشر من امن بلسانه ولما يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عورتهم، فانه من تتبع عوره امرئ تتبع الله عورته. في مشكله كبيره جدا هتحصل له، تتبعوا من تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوفه بيته. سلم يا رب. يعني ودي علامه اصلا، يعني للاسف الشديد علامه نفاق، من امن بلسانه ولما يدخل الايمان قلبه. مجرد ايمان باللسان دي علامه اصلا من علامات ان عدم صحه، يعني مش عدم صحه يعني عدم كمال الايمان، في مشكله عنده. في مشكله في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ان هو انت دلوقتي بتتتبع عوره شخص ليه؟ وبتمشي وراه ليه؟ وبتتطفل ليه؟ غالبا بيسبقها ظن، زي ما قال الله سبحانه وتعالى يا الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا. التجسس ده انك قاعد تجري وتشوف وممكن تبعت حد. يعني في ناس مش ما بتكتفيش بده، بتكتفي على قد ان هي مثلا تتجسس بنفسها او كده، او يسموها التحسس اكتر من التجسس، ان هي تروح تتجسس، تبعت حد يروح يشوف لها الاخبار ويعمل لها بتاع. خصوصا لو هو المساله دي دخلها جوانب كمان زي جوانب الكيد او المؤامره او شيء من هذا القبيل. يعني واحد مثلا كان بيحب واحده وبتاع فعايز يعمل حاجه، وحصلت مشكله قبل كده في المساله دي، مشاكل مش مشكله مشكله كبيره جدا افضت الى قتل. واحد كان في مشكله بينه وبين زوجته في حوار قايمه وخلاص وكانوا هيتطلقوا، وبعت واحد عشان
يعني يثبت عليها امرا غير لائق او فعل فاضح حتى لا تاخذ بالضبط. وللاسف الشديد افضل المساله دي لاقت لها. فده ده ده شيء للاسف الشديد يعني احيانا الانسان ما بيمارسش المشكله بنفسه. نعم. في ناس كتير ما بتعملش كده, بتقوم بعت حد تاني. مساله التجسس مساله محتاجه تاخد اطار يعني من الناس جاد, لان ده خلق ذميم وعاقبته للاسف عاقبه صعبه جدا على الشخص وعلى المجتمع. طيب يعني على خصوصا مثلا على المجتمع يحصل فرقه من اتنين, هنتضايق يعني انت دلوقتي جاي بتنتهي خصوصيتي, انا هعمل ايه؟ ابقى مبسوط مثلا؟ لا خالص, بس ابقى غضبان, ممكن تصل الى قطع الصلاه. في صله بين واحد وواحد انقطع الصله. الله سبحانه وتعالى كان بيقول يا الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها. لازم تستأنس, حاسس احساس بالانس, احساس بالانس. يعني انت مثلا جاي تزورني, فطبيعي انت جاي تزورني هتقول لي ايه؟ هتقول والله انا جاي ازورك. اقول لك والله لا انا الوقت غير مناسب. خلاص اداب الاستئذان هنا مهمه جدا. التدخل وانتهاك الخصوصيه في عدم اذن, في عدم احترام لهذا الاذن. وطالما في مخالفه للامر ده, يعني الله سبحانه وتعالى امر الاطفال ان هم طيب في اوقات معينه ان هو يستاذن. فكره ان انا استاذن دي فكره مهمه جدا. طيب جدا اذا كان الله قد امر الاطفال كما تفضلتم واشرتم الان في مراحل عمريه مبكره, يعني وكان الله يريد ان يربي وان يزرع فيهم هذا السلوك او هذه القيم, اذا حينما ينشا البعض منا على غير هذه القيم ويكبر مع مرور الايام وتكبر معه نقيض هذه القيم, فهل معنى ذلك ان التصحيح او ثوره التصحيح لدى هذا الشخص في سلوكياته مره اخرى هل هي ممكنه؟ طبعا ممكنه طبعا. الايات اللي ذكرت حتى في القران في المسائل زي ديت ذكرت الصحابه كبار, لانه دي من الحاجات من السلوكيات اللي تقاوم وتقاوم بسهوله جدا. طب اذا كان هذا الشخص لا يعترف اصلا انه شخص حشري او انه بيحب الظهور او انه بيحب زي ما احنا بنقول بالفلاح المرياسه, يبقى هو الرئيس في كل حاجه والظهور في كل حاجه وهكذا, والمحاطين به هو اللي بينصحوه كابيه مثلا, اخوه, حد قريب منه حابب عليه وخايف عليه وشايف كره الناس ليه ومش عايز حد يكرهه, اذا كان الناس دي بتنصحه وبتوجهه لكن هو شايف ان هو صح وان انتوا حاقدين عليا وان انتوا مش عايزين نبقى كذا, هل ده ممكن يتعالج لو هو مش معترف ان عنده مشكله؟ الاساس ان هو هيشوف الثمره دي. اذا كان مش بيشوفها يا دكتور هيوصلها. ليه بقى يوصلها؟ لانه في جوانب معينه هيخطئ فيها, هيبقى في جانب قانوني هيتم ردعه بيه. الشخص مش هيسكت. يعني انت النهارده حد انتهك خصوصيتك, هل هتسكت؟ ممكن حد يسكت, ممكن تاني يسكت, ممكن تالت يسكت. مصيرها هيكون فين؟ في الغالب عقبة او مشكلة. عقبة اكيد في مشكلة. اكيد هيبقى ده هو الالارم بتاعه, هو المنبه الاساسي بتاعه. السلوكيات دي للاسف الشديد يعني محتاج فيها دور الدعاء, دور الاعلام, ان الناس ترفع من القيمة. طيب بيقولوا ان الطابع ما بيخرجش من الجسم غير بعد طلوع الروح, هكذا بيقولوا في العامية المصرية. لو انا عارف ان انا فيها طابع ومش كويس لكن مش قادر ابطله, مع العلم ان انا بجاهد نفس الفترات وبتحصل لي مع انتكاسات, ازاي اقدر ابطل العادة السلوكية الذميمة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول انما العلم بالتعلم, انما الحلم بالتحلم. اي سلوك الانسان هيحط دماغه فيه كويس على حسب يعني خلاف علمي في المساله ديت ما بين 40 يوم الى 3 شهور هيمارس المساله ديت وتبقى تحت النظر, المساله دي تتحل. اي سلوك الانسان حابب يعدله حتى لو تخلل هذه الفتره انتكاسات, طبيعي طبيعي. هو الطبيعي في الاول اصلا يحصل انتكاسات ما يبقاش واخد باله وبتاع, بيحتاج حد ينبهه خد بالك انت عملت كذا. الرغبه في 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 في, في معالجه هذا السلوك وتعديله وتنميه يعني مهارات اخرى تكسبه. يعني مثلا ممكن يكون يشوف الدافع بتاعه هو فاضي, فالفاضي
يعمل قاضي. يعمل قاضي. اه بيحاول يروح هنا ويفسر ويسال ويحفر بزياده. هو ده لو ملا وقته خلاص خلاص الاشكاليه ما فيش وقت اصلا. بالضبط. محتاج يملا وقته، محتاج يعني يراجع علاقته بربنا سبحانه وتعالى، لان المساله ديت هي مساله شرعيه في المقام الاول. محتاج ان هو يكون في دور يعني اعلامي زي الوضع الحالي، ينبه على القضايا اللي زي ديت وعلى اثارها ومخاطرها، لان يعني انت ممكن تطلع على شيء يسوءك. طيب يعني بعض الناس، اسف المقاطعه يا دكتور، لكن الحلقه بتجري وانا عندي اسئله كتير بصراحه يعني، وبحاول يعني اوفي اكبر جزء من الاسئله اللي ممكن تكون بترد في يعني اذهان الساده المشاهدين. اقول لك يا جدع، احنا اصحاب ورجوله وراسين فطائيه ومش بنخبي حاجه عن بعض. واد مجدع بيخبيش حاجه عن صاحبه، وصاحبه بيعرف عنه كل حاجه تقريبا، يعني كل حاجه تقريبا، يعني ما يصح وما لا يصح، وكل الامور التي من الممكن ان تكون داخل البيت هو بيحكيها لصاحبه. ده صح؟ طبعا غلط. مش حاجه اسمها كل حاجه تتحكى. حتى لو كان صاحبي، حتى لو صاحبك، كلمة طلعت من لسانك خلاص. لو كان بيقول سبق السيف العدل، الكلمة دي ممكن تدمر حياة. لابد يكون في كنترول أو تحكم من العقل على اللسان. على اللسان لازم أفكر كويس جدا وأنا بقول. ما ينفعش أنتظر إن الكلمة تنزل وتتقال وبعد كده يقول لك خلاص أصل صاحبي. وللأسف الشديد يعني ياما شفنا حوارات من دي. يؤتى المرء من مأمنه. الوقت انت المصدر الامان، انت شايف الامان هنا صاحبه. صاحبه هو الصاحب ده هو ممكن يغدر. والانسان والقلوب بين اصبعين واصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ممكن ده صاحبك ده قلبه يتغير عليك. طب في المقابل الشخصيات اللي بيسموها بالحويطة، اللي مستحيل تعرف حاجة عنه غير يعني كده زي ما بيقولوا بالعامية بظروفها، اللي مخبي معظم الاشياء ربما يكون على اقرب الناس. هل هذا السلوك على اطلاقه صحيح ولا محتاج يحكي حاجات معينه؟ هو على نفسيا إطلاقه، هو على اطلاقه غير صحيح. على اطلاقه غير صحيح. إطلاقه. لكنه يعني في اوقات كتير بيكون مناسب. مناسب. في اوقات كتير بيكون مناسب ان مش كل حد يعني انا اسف في اللفظ، مش كل من هب ودب تحكي له. تحكي له ويقعد يتدخل في شؤونك. لانه في قرارات هو الناس اللي حواليك ممكن ما يعرفوش يعني ما يدركش مغزاها، ما يدركش الملابسات بتاعتها. فطبيعي ان يكون في جانب من الكتمان وده علامه على رجاحه العقل. لكن ما يبقاش ان كل شيء يعني في ناس ممكن مثلا وهو جاي يتجوز ما يعني يسيب الدنيا لغايه اخر لحظه خالص. لا يعني الناس محتاجه تعرف برضه. حصل خطوبه، المعارف ما فيش مانع يعرفوا، بغض النظر بقى يحضروا ما يحضروش. يعني جانب الكتمان لابد انه يدار بحكمه. طيب نفسيا الاشخاص اللي بتيجي تتكلم معاهم قبل ما يديك كلمه، يعني ممكن تشرد يمين او شمال وكانه بيستدعي الجمله اللي هيقولها او بيفكر فيها. الشخص ده تخاف منه زي ما كتير من الناس بتقول، ولا الشخص ده حويط، ولا الشخص ده لا تحترمه لان فعلا مش بيطلع الجمله غير لما يكون فكر فيها؟ والله معتمد على شخصيه كل شخص. يعني المساله دي ما نقدرش نتكهن. يعني مساله ان انا اعرف ما وراء الامور، المساله دي مساله يعني كنمط كتفكير فيها مشكله. انا بيلزمني اللي بيتقال قدامي، الواقع الحقيقي قدامي. فكره بقى هو بيقول ده مبرره ايه، عايز منه ايه. انا محتاج اكون حريص ماشي تمام في تعاملاتي مع الناس. انا عارف ان الشخصيه دي طبيعتها حتى مع الناس القريبه منك. طبعا الانسان لابد يحافظ على الفاظه وعلى كلامه مع كل ما اقرب الاقربين، مع البعيد والقريب. يكون حريص في كلامه، لان البني ادم ده مشاعر، في مشاعر. يعني ممكن ابقى اقول كلمه عاديه خالص لو هو فهمها غلط، او لو هو في توقيت مزاجه مش مظبط، وارد ان الكلمه دي تجرح ناس كتير. طب معلش انا بطرح اسئله بشكل سريع لكن باخد منها اجابات من حضرتك هي بالنسبه لي شافيه، يعني حتى وان كانت في وقت قليل لكن اسئله كتير بتدور في ذهني انا على المستوى الشخصي. بيقولوا كده دوما في انسان شيك،
ان صح التعبير بغض النظر عن لبسه، لكن انت بتشوف شكله كده دوما بترسم له هيبه بيسموه، حتى ولو بيلعب ببدله، لو بيقابلك وبيتكلم لا هو بيتكلم بحساب. السؤال هنا عايز اقول يا دكتور، عايز اقول هل بعض طرق الحديث، بعض الجلسات المعينه انه يقعد قاعده معينه، بعض اللباس المعين اللي بيرتديه انه بيكون حريص او في مظهره، هل ده فعلا بيكون له مدلولات نفسيه معينه لدى الاخر ان بيهابوا على خلفيه هذه الامور؟ طبعا كاريزما. كاريزما الكاريزما لا شك بتؤثر. في ناس عندها ذكاء عاطفي بتؤثر طبعا، بتؤثر في اللي عندهم ذكاء عاطفي. الشخص الكاريزما نفسها يعني الشخص عنده كاريزما وبيعرف يتكلم وبيعرف وبيلبس حلو وكده، لا شك طبعا بيؤثر بيؤثر بشكل واضح جدا مع الناس. واهم حاجه ما يعني الشخص يكون زي ما بيقولوا كده في الدارج، يعني يكون سالك، ما يبقاش ده مراوغ، لا هو انسان شيك بيحافظ على كلامه، بيحافظ ده شيء يحترم. انسان ما يبقاش انا اسف في اللفظ يعني مدب في كلامه. نشوف ناس كتير كده اللي هي العجرفه بقى على النقيض بالضبط. فالحرص في الكلام والحرص في 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 المظهر ده شيء ايجابي. طيب إيجابي. هو الناس احيانا بقى هي الناس بتتلقاه، كل واحد بيتلقاه بناء على خلفيته هو الشخصيه. في واحد بيشوف ان ده كاريزما وهيبه، وواحد بيشوف ده ان واحد راسي، وحد بيشوف انه متكبر. بتكبر بيقول لك انت بتتنك علينا يا عم. العبره هنا بقى بايه؟ بالحقيقه اللي قدامي. يعني في حقيقه قدامي، انا مش هشغل دماغي في تفسيرات ملهاش دليل. دايما احنا عشان احنا نفكر بطريقه سليمه او ما نحزنش او ما نتبهدلش نفسيا، محتاجين نتعامل مع الشيء بدليله. منهج الدليل في الحياه هو ده، هو ده احسن حاجه في الحياه. طيب انا اسف للمقاطعه مره تانية، الشخص اللي بيهزر مع شخصيات قد تكون قريبه منه او اصدقائه او زملائه في العمل يا دكتور، هل هو في الغالب بيكسب قلوبهم؟ يعني هم بيحس انه في يعني ود كده بيننا والدنيا كلها قريبه من بعضها، ولا هو بيفقد هيبته؟ برضو ده تعتمد على الشخص، الشخص اللي بيهزر ولا الشخص اللي بيتلقي الطرف الاخر، يعني هتعتمد على الاثنين. بس الاساس أكثر. ان في واحد هزار، في هزار، في واحد بيكون هزاره خفيف، واحد روحه حلوه، واحد تاني هزاره احنا بنشوف الهزار ده مع الاصدقاء كتير، في واحد هزاره بايخ، هزاره يفضي الى حوادث ولا عهد. فده بيعتمد على الـ على الـ على الاشخاص. مهم جدا في علاقاتنا ان اعرف مقدار الخصوصيه اللي قدامي، الشخص ده اخره معايا فين. تمام. وده من الحاجات اللي هتفيدنا جدا في التعامل مع بعض. طب انا اسف بقى معلش بس الوقت بيجري والله. يبقى المعيار في الحته دي اللي حضرتك تفضلت فيها واتكلمت فيها في الجزئيه اللي فاتت دي، متوقفه على الشخصين، خاصه الشخص اللي هو بيبدر منه الفعل والسلوك، صح كده؟ صحيح. طيب الاشخاص اللي بيبقى عندهم حرص ان هم ينادوا بألقابهم، يعني هو دكتور يحب يتقال له دكتور، شيخ يحب يتقال له يا شيخ، حتى وان كنا زملاء، حتى وان كنا اصحاب، هل الناس دي حقها وده طبيعي وده منطقي جدا جدا وده طلب مشروع، ولا لا هو مش حقهم مش طلب مشروع، خاصة إذا كانوا بيتعاملوا مع حد من دائرتهم الاجتماعية، أصدقاء المقربين جدا، زملائه في العمل جدا، الناس في نطاق الأسرة؟ هو طلب مشروع طبعا، حتى لو كان من أقرب الأقربين. هقول لحضرتك هو طلب مشروع لكن يعني ده بيعتمد على اللي هيتعامل معاه. يعني انا شايف ان الشخص ده عايز ده اديها له، انت خسران ايه؟ يعني انت شايف ان ده هتبسطك، في المقابل في شخص تاني بيبقى عارف ان هو عايز ده ومش بيديها له. بالضبط. غلاسه. بالضبط. ما احنا بنقول هنا بقى ايه؟ اذا كنا هنتكلم على السياق الصحيح ان احنا بندي الناس، ممكن واحد يقول لك والله ما تقوليش يا دكتور، ما تقوليش يا شيخ، خلينا نتعامل مع بعض حبي، خلاص الامور كده، بشرط انك لا تنتقص منه. يعني اذا كان الشخص ده لكم، لانه ده هيفضي لمشكله. فانت في الاساس في التعامل، التعامل فيها جانب من الاريحيه، طبعا انت المفروض تكون يعني احنا بنتعامل مع بعض نكون فاهمين ده. يعني انا ما ينفعش ابقى واحد يعني الحته اللي بتزعله واجي اقول له والله يا ابو حميد انت اخبارك ايه؟ ما برضه ما هيش يعني لابد الحاجه دي تتحط جوه السياق، حتى لو هو توسط معاك وكده ده مش معناه انك بالضبط.
هو ده بقى محتاج حاجه يعني بيسموها التعامل الحازم. يعني احنا هنهزر, هنتعامل مع بعض, هيبقى في ده بقى من الشخص اللي هو لكن في حدود معينه ما ينفعش ان انا اخترق الحد, لان اختراق الحد ده هيسبب لنا مشكله كبيره جدا. وممكن في اتنين يخسروا بعض عشان كلمه انت ما قلتليش يا دكتور, ما قلتليش يا باشمهندس, ما قلتليش بتاع, وانا عيل بهزر معاك. ناس كتير خصوصا اذا 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 كان فيها جانب تهكمي. لكن الطبيعي ان يكون في التعاملات يعني في البيت كده الطبيعي يكون في اريحيه. لكن اذا كان الشخص ده الموضوع ده فارق معاه ما تديها له, ايه المشكله؟ نعم حقه. شكرا دكتور عبد الله, كان حديث يعني ممتع جدا جدا. انا على المستوى الشخصي استفدت كتير, انا بستريح نفسيا اصلا والله لما اشوفك بغض النظر بقى ان احنا نتكلم او ندردش. على المستوى الشخصي بتعلم من حضرتك, الا عندي سلوك معين كده حابب اتعلمه. ربنا يحفظك ان شاء الله, ده يكون بقى خارج الهوى. ماشي. عندنا من حسن اخلاقك والله, لان بموجب السلوك ده هقدر اخد اكتر من حقي في الحلقه يا استاذ محمد, واخد وقت اضافي ووقت زياده. اعتقد ربما تكون تعلمت, اسف ربما تكون وصلت اليك الفكره, لكن انا مجملا والله مش بحب اخد اكتر من حقي, يعني عشان ما نجيش على حق الزملاء اللي بعدينا. بعتذر من الجميع لو انا حبيبي تسلم وتعيش, بعتذر من الجميع لو انا اطلت على حضراتكم, كامل الحب والتقدير والامتنان والعرفان لمعالي الدكتور عبد الله الفقي اخصائي طب النفس. شكرا دكتور. شكرا لحضرتك, ربنا يبارك فيك. كتير كتير كتير, الله يبارك فيك. تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. شكرا للساده الزملاء, المبدع والمخرج الرائع والجميل الاستاذ محمد البطريق, والزميل العزيز اللذيذ الاستاذ معتز مسعود, ولكل الرفاق. اما عن جناب فخامه سمو حضره المشاهد الكريم, الى ان نلقاكم, امنياتي ان اكتب على اسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب, هذا وطني ارق المنى. محمد الشاعر يحييكم, دمتم للقلب قلب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.